مساء الخير أحبائي وأعزائي، شيرين وليد، مسيحية وستاشر سنة من اسكندرية. خطفها جارها المسلم. القصة بتقول إن البنت دي اسمها شيرين وليد، مسيحية 16 سنة. هقول لكم اللي حصل لها بسرعة. هي كانت في اسكندرية بقالها 3 شهور علشان باباها بيشتغل هناك، فتعرفت على واحد جارهم وبقوا يتكلموا كتير، اسمه مسلم أو مسلم، عنده 30 سنة. لحد من يومين مرة واحدة ملقوش البنت. راحت فين يا جماعة؟ مش لاقيينها. اللي تعرف بقى انه فضل يقول لها اجيب لك موبايل جديد وهبسحك في العين السخنة وكل الكلام دوت، لحد ما خلاها تهرب معاه. ويا عيني البنت من أسرة متوسطة ومش بتوفر لها كل حاجة في البيت. البنت اتعلقت بالكلام ده كلام غير منطقي، وانا ما صدقهوش، لاني ان اي بنت لو متربية تربية صحيحة مش هتسمع لأي حد. ولو الأسرة بتحضن بنتها والأم بتحافظ على بنتها وتحطها جوه قلبها، ما كانتش البنت دلوقتي مش لاقيينها. وبكتب ده علشان الدولة تهتم بالحوار. الدولة هتهتم بإيه ولا إيه؟ وما تستهونوش بحاجة زي دي. أهلها بقى لغوا أمن الإسكندرية وعرفوا الولد وقالوا هنرجح، والدولة ما فيها الكفاية ولسه ما رجعتش لغاية النهاردة. بعيدا عن ان البنت غلطانة، وهي غلطانة وتستاهل ضرب الجزمة لانها تبعد عن حظيرة ابوها وامها، ولا لا، بس هي لازم ترجع قبل ما يحصل اي حاجة. وان حصل اي حاجة كلبة وغارت، اسف في التعبير. هو بيضحك عليها وهي مش واعية. ما فيش حاجة اسمها مش واعية، متربية تبقى واعية. ساعدونا ربنا يخليكم، بيقولوا كده اهلها، وانشروا الموضوع بالطريقه اللي تعجبكم. لازم شيرين ترجع النهارده. الكلام ده كده في 4 يوليو 2021. كلنا اتكلمنا وكلنا وقلنا ارجوكم نرجوكم نرجوكم اني لازم نحتضن اولادنا، لازم نحافظ على بناتنا، ارجوكم ارجوكم. ده كلام مش منطقي. شيرين وليد اصبحت مسلمة، شيرين وليد اسلمت. مش عارفين القصة فين والقصة جاية منين، وكلام غاضب يغضب عنه كل المسيحيين. سلام الرب يكون معكم، ليس من اجل اشهار اسلامها، ولكن من اجل حرق اهلها، حرق قلوبهم. سلام سلام.